خلاص بدأت ريكورد. تمام. تمام، يلا بينا. مين اللي ما قراش الايام بقى المره اللي فاتت؟ إسراء يا مستر. اسراء. اقري يا اسراء. تمام. بسم الله. يا بني إنها إن تق مثقالة حبة من خردل فتكن في لا، صخرة يا أو في بنيه انها ان تكو. ايوه، يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في فتكن. الأرض بص، فتكن في فتكن في صخرة. صخرة في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهي عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. واقصد في مشيك واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. انت ما شاء الله عليك. تمام، ماشي يا جماعة. مين فيكو يفتكر كده يشرح لنا الآية الأولانية؟ أنا رهف اتفضلي يا رهف. اشرحها زي مثلا. هتقول الشرح بتاعها العادي. مين كان بيقول ايه لمين؟ كان بيقدم له ايه وبيقول له ايه؟ إن لقمان لما بيقول برافو، صح كده. لقمان. لما لقمان كان يعمل ايه؟ ينصحه. ينصح ابنه، ينصح مين؟ ابنه. ابن بيقول له ايه بقى؟ بيقول له إن هو يعني اي عمل هيعمله يعني هنعمله او كده الله ينور ربنا عليك. عليه بيه اي عمل وهيحسن يقوم عليه. به الانسان. تمام، كملي. اي عمل يقوم به الانسان الله عليم به، ويعني سيحاسب الانسان عليه او هيحاسب ربنا عليه. أحسنتي ما شاء الله. إيه تاني في الآية؟ ايه أن الله يأتي بأي عمل حتى ولو كان فين؟ حتى لو كان في صخرة أو فين؟ أو في السماوات أو في الأرض. يحاسبه الله عليه، صح؟ صح. تمام. ليه؟ لأن الله إيه؟ لطيف وخبير. لأن الله يعلم كل الأمور وكل الخفايا وعنده كل الأخبار. تمام، يبقى أنا لو حابب أشرح في الآية دي ومطلوب مني شرح فيها، أقول لقمان ينصح ابنه وبيقول له: يا بني أي عمل هتعمله حتى لو كان في مثقال حبة الخردل وصغير جدا لا يراه أحد، واستطعت إخفائه جوه صخرة أو في السماوات أو في الأرض، ربنا سيأتي به، سيأتي به ليحاسبك عليه. ليه؟ لأن الله لطيف خبير، لأن الله لطيف بكل شيء، لأن الله يعلم كل الخفايا وكل الأمور. تمام يا بنات؟ تمام، كنا احنا خدنا شوية مواطن جمال كده في الآية الأولانية، حد فاكرهم؟ يا بني اصل ابن ده تمام، غرضه، ما هو مش بس تقولي أسلوب النداء، الغرض. النصح والإرشاد النصح والإرشاد، وفي إيه؟ محبة من أب الإبن من حبة وعطف. برافو. إنها اسم مؤكد أسلوب مؤكد. بإن برافو. إن تكو حب إن تكو مثقال حبة من خردل. إن تعبير تكو، جميل يدل على أن الله العليم الخبير وسجل الإجابة. لا لا لا، مثقال حبة من خردل تعبير يدل على الإيه؟ على صغر حجمها؟ الصغر. أحسنتم. وتكون في صخرة تعبير بيدل على شدة الإيه؟ اخفائه أو الإخفاء. برافو عليكم. أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. تعبير علاقتها جميل إيه يدل بقى؟ على أن الله تعبير بيدل على قدرة الله سبحانه وتعالى. وإيه علاقتها باللي قبليها دي؟ تعليم غلط، تعليم كله غلط. تقليل نتيجة، لأن أسلوب شرط إن تكو يأتي، صح ولا لا؟ انتوا ذاكر. ثانية برافو عليكم. خلاص، يبقى ان تكو ياتي حتى لو صغيره ربنا ياتي بيها. يبقى ده علاقته بالايه؟ باللي قبليها. نتيجه، نتيجة ياتي بها الله. ان الله اسلوب مؤكد. بإن بان علاقه ان الله لطيف خبير باللي قبلها
تعليق. تعليل. احسنتم يا بنات الله ما شاء الله عليكم. تمام. جوه هنا في شويه كام حاجه برضو كده. مثقال حبه، حبه جت نكره بتدل على ايه؟ الصغر على الصغر. وراها والصغر وممكن برضو النكره تديني عموم وايه وشمول، وشمال. اي حبه معايا تدي اللي معنيه مفيش مشكله. تكن في صخره برضو، في ايه تنكير هنا برضو، اي صخر عموم وشمول ودل على الصغر برضو. طيب عندي تضادات، نعم. عندي تضاد ايوه، السماء والارض. السماوات والارض. ما شاء الله عليكم ما شاء الله عليكم. لا تمام الله ينور، حلو جدا. خش على اللي بعده. يا بني قول يا رهف. أسلوب نداء غرضه النصح والإرشاد. وفيه عطف وحب صح. وبني دي تصغير لإيه؟ للابن. ابن. أحسنتم ما شاء الله أحسنتم. طيب أقم الصلاة، أسلوب أمر أديها فيها أسلوب أمر. وأوقاتها كاملة. تمام. والإقامة هنا مش إيه؟ مش صلي، لأ أقم جاي من الإقامة، يعني صليها في إيه؟ في وقتها، يعني خليك شديد الحرص على إيه؟ على إقامتها. وأمر بالمعروف، أسلوب أمر أمر. أمر. أرضاه نصح الإرشاد. وانهى عن المنكر. أمر برضه تمام. أمر تمام. واصبر على ما أصابك. أمر أمر أحسنت. يبقى أنا عندي أقل وأمر وانهى واصبر، الأربعة أساليب إيه؟ أمر أساليب أمر. أحسنت يا بنات. ليه؟ إلا ذلك معظم الأمور. إن ذلك من عزم الإيه؟ الأمور. تمام. يستمر لقمان في نصح ابنه، يستمر لقمان في مين؟ في نصح ابنه، ويأمره بإقامة الصلاة على أوقاتها، وأن يأمر الناس بالخير والأفعال الطيبة، وأن ينهى الناس عن الأفعال السيئة، وأن يصبر على الإيذاء ويتحمله، لأن ذلك من عزائم الأمور التي لا بد الإنسان أن يتحلى بها. حد يعرف يقول اللي انا قلته من شويه؟ نعم. يلا اللي أيوة. عارف يقول. يعني مثلا حاجة تنزه قول يا حبيبي يلا. من الأول خالص. لا 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 لا، انا شرحت ايه دلوقتي؟ انا لسه كنت بشرح ايه؟ بشرح الايه الثانيه. فانا بعد ما الثانية. شرحت عايز حد يشرح بعدي يوضح بس الشرح تاني. طيب يا بنية، أسلوب نداء والشموم. لا، أسلوب نداء انا مش المحبة عايز، من الأب. انا مش عايز المواطن الجمال، انا عايز الشرح. لو قال لك اشرح الشرح الايه دي هتقول له ايه؟ تمام. سيدنا لقمان كان بينصح ابنه تمام وقال له أقم الصلاة، يعني أداها في أوقاتها كاملة تمام واحرص عليها، تمام وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر، وأمر بأي حاجة حلوة ونهى عن أي حاجة وحشة وحرمها. هو ماشي، هو حلوة ووحشة دي ماشي بس تجاوز عنها. تمام كملي. واصبر على ما أصابك، يعني اعمل أي حاجة اتحمل ربنا يسهل. اتحمل، تحمل ما يصيبك. إلا تمام. ذلك العزم. ليه؟ لأن ذلك من إيه؟ من عزم الأمور. تمام. تمام ماشي. اصبر على ما أصابك، يعني اصبر على الذي يصيبك. وهنا هنا اسم إيه؟ اسم موصول بمعنى الذي، يفيد العموم الشمول، أي حاجة هتصيبك. إن ذلك علاقتها باللي قبليها تعليل، علاقتها باللي قبليها يا أولاد يا بنات تعليل، وإن ذلك أسلوب مؤكد بإن. تمام تمام الله تمام. ينور ماشي يلا. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. لا تصعر، أسلوب نهي، ثانية واحدة أسلوب بس، نهي. ثانية واحدة، ثانية واحدة، ويت 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 ويت. يستمر لقمان في تقديم النصح إلى ابنه. يستمر مين؟ لقمان لقمان تقديم النصح لمين؟ لابن لابنه. ابن لابنه بيقول له إيه؟ لا تتكبر ولا تعامل الناس بتكبر، لا تصعر خدك للناس. يعني ايه؟ يعني لا تمل بوجهك عن الايه؟ عن الناس. عارف انت لما حد يكلمك بوشك، في وش الوش كده، عينك في عينه، فما يعجبوش الكلام،
فيجي مدور وشه كده بعيد عنك، فتبقى انت شايف ايه؟ شايف خده من وشه قدامك. حتى شرحتها لها في المره اللي فاتت واحنا في الكاميرا، قلت لها شايفه بوشي انا بكلمك دلوقتي، هعمل كده شايفه ايه؟ شايفه الجزء الجانبي من وشي. ليه؟ انا مش عاجبني كلامك. بالظبط كده، لما واحد ما يعجبكش كلامه او حد يتعالى على الناس، فيبقى رافع مناخيره كده في السماء وبيبص لهم باحتقار. فهو ربنا سبحانه وتعالى شكل، او يعني ايه، إيه زي ما تقول، رسم لنا صورة للشخص المتكبر. ولا تصعر خدك للناس. الإنسان المتكبر اللي عنده كبر في قلبه والعياذ بالله منه يا رب، بيمشي بيعامل الناس كده، الناس تشوف خدوده بس. تمام؟ طيب. تمام ولا تصعر تمام خدك للناس ولا تمشي في الأرض إيه؟ مرحا. مرحبا إن الله لا يحب كل مختال فخور. أخوك فبيستمر أخوك يقول له لا تتكبر ولا تتكبر، لا تتكبر ولا تمشي في الارض مرحا، يعني تحس ان انت كده فخور بنفسك. عارفه انت الانسان لما يحس ان هو فخور بنفسه هيتعامل مع الناس بايه؟ باستعلاء. انا بقى جامد، انا ماليش حل، انا نمبر وان، انا عارفه المسميات الكتير اللي في المجتمع دي، كل ايه واحد بقى يفكر نفسه حاجه، هو ولا حاجه اصلا، هو ما يسويش حاجه اصلا. تمام؟ تمام. تمام فالانسان يحس وقتها بالكبر بقى. فاصلا من اخطر الامراض اللي على القلب الكبر. لأن الكبر ده مرض الشيطان، إبليس خرج من رحمة ربنا بسبب كبره، إن هو كان متكبر إن إزاي يبقى آدم أحسن منه. فمن أخطر الأمراض على القلب، حتى الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول إيه؟ بيقول لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من كبر، يعني لو في قلبك حتة كبر قد صغنان قد كده، قد حباية، تخشش الجنة. شوف مدى الخطورة على الحكاية دي. فهو بيقول له هنا لا تتكبر على الناس. ليه انا ما تتكبرش على الناس؟ لان الله لا يحب كل مختال فخور. ربنا ما يحبش كل متكبر فخور بنفسه، حاسس بنفسه، يشعر بالفخر والتيه في ذاته. ده شرح الايه، الايات. يا حد هو يعني هو عادي لو كان الإنسان فخور بنفسه بس مش لا 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 اللي لا، الثقة بالنفس حاجة والتكبر على الناس حاجة تانية. هو الضرب. الرسول يوم فتح مكة، يوم ما البلد اللي قعدت تحاربه 23 سنة، 23 سنة بتحاربه، كان موطي راسه على الناقة بتاعته عشان مش راضي يتكبر على الناس. تخيلي واحد كده لازق وشه في ظهر الحصان اللي هو راكبه، ليه؟ مش عايز يبان ان هو متكبر على الناس. تمام. وهو كان ممكن يقول لهم اقتلوا الناس دي كلها، بقى لهم 23 سنة عايزين يقتلوني، ذبحوهم كلهم، محدش له حاجة عندي، عادي زي اي ملك بيخش بلد. وكان سبحان الله صلى الله عليه وسلم، يعني هو بأبعد ما يكون بعيد عن التكبر. تمام. لكن الثقة بالنفس حاجة والتكبر حاجة. الثقة بالنفس انك تكون واثق في نفسك، التكبر انك تعامل الناس بتكبر. تمام. يلا، مواطن الجمال اللي هنا، لا تصعر خدك للناس. ايه اسلوب أسلوبنا اسلوب نهي، غرضه النصح والارشاد. تحذير، تمام. ولا تمشي في الارض مرحا، أسلوبنا هي برضو اسلوب نهي. ما شاء الله، ان الله لا يحب كل مختال فخور، أسلوب مؤكد بعلم اسلوب مؤكد بان هو تعليل لما قبل قبل. تمام. واقصد في مشيك، طب يعني أمر اعتدل، اعتدل في مشيتك. لقمان ينصح ابنه واغضض من صوتك، وطي صوتك، وطي صوتك، ما تبقاش تقعد تجعر كده، ماشي قاعد تجعر في الشارع وتجعر في وسط الناس، تقعد تعمل لهم صداع. ان انكر الاصوات لصوت الحمير. شبه بقى الانسان اللي بيقعد يجعر في الشارع كده ويقعد عالي صوته بالحمار، هو ده شبهه بالظبط، هو عامل زي الحمار بالظبط، قاعد يزعق ويزعج الناس. صوت الحمار من انكر الاصوات ومن اصوات الناس ما بتحبهاش. فطبعا انت الله سبحانه وتعالى بيشبه الانسان المتكبر اللي بيقعد يعلي في صوته، تمام، ويزعق كده في الناس بالحمار. تمام. طيب، واقصد في مشيك، اسلوب أمر امر غرضه أمر نصر الإرشاد انشاد، واغضض من صوتك أسلوب أمر غرضه. نصر الإرشاد برضه إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. أسلوب مؤكد بينا ثم مؤكد بينه، وهو تعليل لما قبله تمام. في حد حاسس بصعوبة في الشرح؟ لا لا. أبدا في حد مش فاهم موطن جمال؟ لا لا. ساعات بيبقى في توضيحات منه زيادة، يعني ركز، الكلمة دي نكرة، تمام، وأفادت العموم والشمول. تمام. في تضاد هنا ممكن نكون احنا عدينا من عليه، بس الحاجات دي اظن ان انتوا خلاص، يعني ممكن يعني فكره التضاد دي، التضاد والمقابله دي تجاوزناها، احنا عايزين نطلع مواطن الجمال الاصعب من كده، فاحنا بنركز على الحاجات الاصعب. تمام تمام يا تمام بنات، اظن واضحه الفكره بتاعتي. تمام. يعني انها
أؤمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. طب أنا عندي تضاد هنا بس سهل أطلعه، لكن أنا عايزك تطلع وأنت من القطعة بقى أو من الآيات القرآنية يا بني أسلوب نداء، أقم الصلاة ده أسلوب أمر. طيب كل الأفعال المضارعة هنا أفادت إيه يا ولاد؟ الاستمرار هنا الصورة. الله ينور عليك يا حبيبي، التجدد والاستمرار واستحضار الصورة، التجدد والاستمرار. أي فعل مضارع يقابلك في النص الشعري أو النص القرآني أو الحديث الشريف، الفعل ده بيفيد التجدد والاستمرار واستحضار الإيه؟ الصورة. طيب في كام مثلا فعل هنا مضارع؟ تكن، يأتي، يا ما، بني يا بني فعل، لا تمام، وانهى تصعر، ترمي، ترهم انهى امر، مستر وانهى امر، 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 امر. انا ما بحبش احنا كده دخلنا الميكس، عملنا ميكس فعل مضارع فعل امر. انه وامر الاثنين امر. ان الله لا يحب، تمام، كل مختال فخور، واقصد في مشيك، واغضض من صوتك، كل ده برضو ايه؟ امر. ولا تمشي فعل مضارع. انا عندي كام فعل مضارع هنا؟ الافعال دي كلها تفيد الايه؟ التجدد والاستمرار واستحضار الايه؟ الصورة. تمام يا بنات، نخش على التدريب. تمام، حد مش فاهم حاجة؟ لا لا بس لا كنا انا مستر ورافع. معلش ممكن نعم، ايه، ايه اللي اتقال؟ قول عليك بس دقيقة بس وجاي ماشي، مش مشكلة. ماشي يا بنات، يلا بينا. تمام. ضرب سيدنا لقمان لابنه مثالا على، علم الله الواسع. تمام، الله ينور. الله تعالى ياتي يوم القيامه نقط ويحاسب عليها كل الأعمال. كل الاعمال، بحسن. تمام، الله ينور. بدا سيدنا لقمان نصائحه لابنه باقامه الصلاه، لان الصلاة عماد الدين. احسنت، ما شاء الله، أنا جيت يا مستر. يا اهلا وسهلا. رفع قيمة المرء بين الناس يكون بي احترامهم. احترامهم، تمام. الصبر على الشدائد يجعل الإنسان قادرا على قادر، التعامل مع الأمور بحكمة. الله ينور. طيب ما يجب علينا بعد اللي بتجاوب يعني مرة تسيبي الفرصة لزميلتها، يعني مش لازم ايه الاستحواذ على كل الإجابات، يعني ادي فرصة لايه لزمايلك. ما يجب علينا بعد فهمنا المثال المضروب بالآية رقم 16 هو، هي فين الآية رقم 16 بقى؟ مراقبة في حياتنا، إيه؟ مراقبة في حياتنا. أهي الآية 16 أهي، هي أول آية. ايه مراقبة في حياتنا، المراقبة فين؟ في حياتنا، حياتنا. تمام. أنت رحت فين؟ مراقبة الله في حياتنا، صح. رسمت وصايا لقمان لابنه العلاقة بين، العبد وربه غلط، وكل ما سبق. كل ما سبق. ايوه بصي لو ما كانش قال الآية الأخيرة بتاعت واقصد في مشيك واغضض من صوتك كان ممكن نستبعد دي، لكن بما إنه قالها لا، هي الإجابة دي. نصائح لقمان لابنه تدل كل ما على، سبق. تمام، صح، الله ينور. كل ما سبق. جاء الأمر بالمعروف قبل النهي عن النهي عن المنكر، لأن الأصل في الإنسان هو الخير. الأصل في الإنسان هو الخير، ما شاء الله. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أذى غالبا ما يتبعهما أذى وذم أذى أذى وذم. وذنب وتبرير. جرب كده تنصح ناس كده بيعملوا حاجة متخلفة كده، أول حاجة هيعملوها هيمسكوك ويضربوك. يلا، إنها إن تكو مثقال حبة من خردل، أسلوب مؤكد بإن، تمام، وبرضه في دليل على التصغير. مؤكد بإن، ماشي، فين التصغير؟
بيدل على التصغير، على ده كنت الصغر، على مدى فاكره الصغر، حبة من خردل. تعبير بيدل، تقولي كده تعبير، تعبير يدل على أو بيدل. تعبير جميل بقى، يعني لو الأسلوب ما فيهوش ذم أو شتيمة أو نقصان لحد مثلا، أو قبح لحد، تقولي تعبير جميل يدل على مدى الصغر، مدى الصغر ومدى قدرة الله سبحانه وتعالى. ليه يا مستر مدى قدرة الله؟ لأن الحاجة صغيرة أوي، برغم من ذلك ربنا جابها. تمام، يلا بينا اللي بعده. أسلوب مؤكد بإن برضه تمام، أسلوب مؤكد بإن. بيدل على أن الله يعلم كل شيء. تمام، على عظم علم الله. تمام، إن ذلك من عزم الأمور. بيبان على التعبير، بيبان قامة التحمل والصبر تمام، على الأذى. تمام، وده برضو يتطلب إيه؟ إن ذلك من عزم الأمور، يدل على إيه؟ على مدى العزيمة اللي عند الشخص اللي ممكن يتحملها، لأن مش أي حد هيتحمل الإيذاء. لو تلاحظ إن كل الأنبياء تحملوا الإيذاء بسبب النصايح، مفيش نبي الدنيا مشيت معاه سالكة كده إلا الملوك زي سيدنا سليمان، حتى سيدنا سليمان الناس كانت عندته، لكن الباقيين كلهم حوربوا. تمام؟ تمام. تمام، إن ذلك من عزم الأمور، أسلوب مؤكد بإيه؟ بإن بإن. تمام، يا بنيا أسلوب نداء الغرض غرض. الإرشاد. تمام، تنبيه. لا تمشي في الأرض مرح. أسلوبنا نهي وغرض النصح والتحذير. تمام، الله ينور عليك، واغضض أسلوب أمر من غرض صوتك. التنبيه. تمام، وصف حبة من خردل. بيدل على صغره. الصغر على مدى أسلوب الإيه؟ نهي وغرض النصح والإرشاد. إيه ده؟ التعبير بالفعل يأتي. تجدد والاستمرار. هو التعبير اصلا الفعل المضارع ياتي يدل على التجدد والايه والاستمرار، استمرار. بس في برضو فيها حاجه انا فكرت دلوقتي فيها، ممكن اطلع منها تعبير يدل على ايه. بص بص، انا تخيلي انت داريت حاجه جوه حبايه، حطيتها جوه صخره، رميتها في المحيط، فقوم يوم القيامه ربنا ياتي بها الله. التعبير يدل على ايه ده؟ من غير ما نحفظ اهو، ولا من غير على نقعد قدرة نبص، الله الواسعة يعني، أو على قدرة الله، على عظم قدرة الله في الاتيان بالاعمال، مهما خفتها ياتي بها الله. عارف انت واحد تقول له بص انا هخبي الحاجه دي عنك، مش عارف تجيبها خالص، يقول لك اعمل اللي انت عايزه وهجيبها، يعني هجيبها. شباب احنا هنفصل دلوقتي عشان نص ساعه خلصت ونرجع نكمل. تمام.